وفي ظل كل هذا دكتور أشرف، يعني تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تدق نواقيس الخطر للاحتلال الإسرائيلي مع كل موقف مختلف، إن كان موقف دولي أو حتى إقليمي، لمحاولة تقليل ربما الخلافات أو الخسائر على المستويات الدبلوماسية على الأقل. إلى متى من الممكن أن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في اتخاذ هذه المواقف أو حتى حماية إسرائيل على العلن في الوقت الذي بدأ العالم يتخذ موقفاً مختلفاً، وهذه المواقف الأمريكية أصبحت تؤثر إن كان على صورة الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى على يعني احتمالية استمرار جو بايدن كرئيس من الممكن أن يحصل على ولاية ثانية في الانتخابات الأمريكية المقبلة؟ يا سيدتي، الطبيعة لا تقبل الفراغ. الولايات المتحدة الآن تتخلى عن دورها بصفتها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، عليها مهمات وواجبات بحكم هذا الدور العالمي المنوط بها بحماية الأمن والسلم والاستقرار الدولي ومنع امتداد النزاعات العالمية والدولية وتطبيق القانون والقانون الدولي وأن تخضع للإرادة الدولية. الإرادة الدولية اليوم متمثلة بالجمعية العامة يعني مجلس الأمن، تبقى الولايات المتحدة لوحدها ويبقى يعني قلة قليلة دولة أو دولتين تتماهى أو تمتنع أو تتفق مع الولايات المتحدة. هذا يا سيدتي له علاقة، ودعينا أقرأ هذا المشهد. الولايات المتحدة في حالة من التخلي عن دورها، وهذا التخلي نابع من ضعف الولايات المتحدة وعلى رأسها هذه الإدارة المتذبذبة الجبانة يعني الغير قادرة والمقيدة من هذا الكونغرس الأمريكي الذي يحاول إعادة الولايات المتحدة إلى سدة الزعامة العالمية. وهذا كله يعني العوامل والتفاعلات والقوى العالمية الصاعدة الآن لا تسمح لعودة الولايات المتحدة، لأن عوامل القوة الآن ليس في صالح الولايات المتحدة. ولهذا تبقى الولايات المتحدة عبر هذا الممر، عبر ممر غزة، عبر ممر إسرائيل، تحاول أن تفرض شروط ما على هذه المنطقة وعلى العالم، ولكن هذا لن يسعف الولايات المتحدة. لا الأحداث الميدانية ولا تطورات الإقليم ولا قوة الإقليم المتمثلة في الدول العربية الوازنة التي تأخذ مواقف جماعية تحاصر الولايات المتحدة وإسرائيل من ورائها ومن يقف معها في أي من المسارات الإقليمية. إذن يعني ربما هذا ما قد يعطي هذه القضية ثقلا على المستوى الدولي، ومحاولة لاتخاذ مواقف واضحة قوية صامدة خلف المخططات الإسرائيلية والأمريكية. أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من رام الله الدكتور أشرف عكا الخبير في العلاقات الدولية.